فاكر الفيديو اللي هو بيتكلم على تسريع المواقع بتاعت الورد بريس وازاي نقدر نكسب منها فلوس والموضوع بيجي ازاي وكده؟ انا شرحت لك ان انت تقدر تفتح فايفر وتقدم مثلا خدمتك عليه وتبيع، لكن في البوست اللي انا كتبته اللي هو 10 طرق مختلفة لتحقيق النص ارنب سنويا، لو طلعت فوق كده الفكرة رقم 3 اللي كاتب فيها نفس الفكرة اللي فات تقدر تشتغلها لو مش عايز على المواقع الفريلانس عشان فيها حتان كتير والكلام لأي كلام ده عشان الحجج، يعني تقدر تفتح حاجة اسمها فيسبوك ادز لايبرري. تعالى بقى اشرح لك الكلام دوت بكل بساطة. فاكر المنتج دوت اللي هو احنا اتكلمنا عليه في فيديو من الفيديوهات اللي هو عبارة عن سلك بيشغل الراوتر على الباور بانك؟ ده بيتباع على ويب سايت اسمه بياع دوت نت. انا بعدها هروح فاتح الموقع ده اللي هو ezwb.com، تمام؟ وراح اعمل ايه؟ هيظهر لي البتاع ديت، اروح كاتب فيها اللينك بتاع الويب سايت واروح دايس انالايز ويب سايت. الويب سايت ده بيعمل ايه؟ الويب سايت ده ببساطه بيقول لك الويب سايت اللي انت حاطط اللينك بتاعه ده مبني على الووردبريس ولا لا؟ هو ده وظيفته. فعلى سبيل المثال لما نيجي ننزل كده هيقول لك باد نيوز، الويب سايت دوت مش بيستخدم الووردبريس. فبالتالي احنا متعلمين ايه؟ احنا متعلمين ازاي نسرع الويب سايتس الخاصه بووردبريس فقط. هو دي الحاجه اللي احنا متعلمينها واللي فيها مليون شرح وفيها مليون مقال وفيها مليون فيديو على اليوتيوب بيشرح ازاي القصه دي بتتعمل. فمعلش الويب سايت دوت مش تبعك. هتقولي بس تعالى بس انت خدتني في دوكه، انت جبت الويب سايت ده منين؟ ايه موضوع ادز لايبراري وازاي اشوف الناس اللي مشغله اعلانات عشان اصلا اعرض عليها ان انا اسرع لها الويب سايت بتاعها؟ هقول لك في الاول لازم تفكر ليه انا بختار من الناس اللي مشغله اعلانات. هقول لك عشان اي حد مشغل اعلانات وعنده ويب سايت وبيبيع عليه منتج فهو ما عندوش مشكله يستثمر مبلغ او يستثمر حتى مبلغ كبير في سبيل ان مبيعاته تزيد. هل تسريع الويب سايت بيزود المبيعات؟ طبعا. دلوقتي لو الويب سايت بتاعي انت شفت اعلان ودست عليه وقعد 10 ثواني عشان يفتح بذمتك، هل دوت هيبيع لي اكتر ولا لما بمجرد تدوس على اللينك يروح فاتح لك الموقع بتاعي في خلال ثانيه ولا ثانيتين؟ اكيد دوت هيبقى الناس اصلا لو قعد 10 ثواني يحمل الناس هتفتكر الويب سايت بايظ فهتروح قافله الاعلان ومكمله سكرولينج، فبالتالي البيعه بتاعتك هتبوظ، فبالتالي تبقى انت بتخسر 50% مبيعاتك بسبب بس ان الويب سايت بتاعك بطيء. هتقول لي طيب حلو، اجيب الناس ازاي اللي مشغله اعلانات والويب سايت بتاعها ووردبريس زي ما عملنا كده في موقع بياع دوت نت؟ هقول لك تعالى شوف الموقع دوت من فيسبوك، facebook.com/ads/library. اللينك ده بيعمل لك ايه؟ ببساطه بيجيب لك كل الاعلانات اللي شغاله سبونسر دلوقتي حالا. لو تفتكر احنا استخدمنا الويب سايت دوت عشان نشوف المنتج بتاع وصله الراوتر او كابل الراوتر، اللي هو لما نكتب كلمه كابل الراوتر كده هيجيب لنا كل الاعلانات اللي موجوده. من ضمن الاعلانات ديت هي الاعلانات بتاعت الصفحه ديت اللي اسمها بياع. لو فتحت اللينك دوت هيفتح لك اللي هو الويب سايت بتاع بياع دوت نت. من هنا جبنا الويب سايت دوت ومن هنا بنشوف بقى هو ويب سايت ووردبريس ولا لا. واحدة بقى بتاعت الإعلانات الخاصة بنفس المنتج اللي هو موقع اسمه نت إلكترونيك، اللينك بتاعه اللي هو net-eshop.com. هنعمل فيه نفس الكلام، هناخد اللينك ونشوف هو ووردبريس ولا لا. هفتح نفس الويب سايت وهحط فيه اللينك بتاع الويب سايت أي صفحة فيه وهدوس Analyze Website، وبعد كده هنزل هتلاقي نوت بيقولك اهو Good News Net eShop is using WordPress. معنى الكلام ده ايه يا باشا؟ معنى الكلام ده ان احنا لقينا زبون، الزبون دوت عنده اعلان شغال، معنى كده ان هو بيصرف فلوس عشان يجيله ناس تشتري منه المنتجات بتاعته، وفرصتنا دلوقتي ان احنا ندخل نعرض عليه عرض حلو، نفرش له فرشه حلوه، نبيع له بيعه حلوه. الكلام ده هيحصل ازاي؟ زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، نفتح موقع بيج سبيد انسايتس او موقع جي ماتريكس ونحط لينك الويب سايت بتاعه ونشير معاه سكرين شوت من اللي انت شايفها دلوقتي، نقول له يا باشا انت الموقع بتاعك بيحمل في 23 ثانية، ونقول له انت مستغرب انت مبيعاتك ضعيفة وليه ما مش عارف تبيع؟ عشان الويب سايت بتاعك بطيء، الويب سايت بتاعك بيحتاج 23 ثانية عشان يحمل. اقول لك حاجة، انت شخصيا لو دخلت على موقع وحمل في 23 ثانية هل هتفضل فاتح الموبايل ومستني الموقع يحمل عشان تدخل تشتري؟ اكيد لا. صدقني عارف اخر 20 ثانيه ديت لو قلتها لاي حد صاحب موقع والريبورت طلع سيء بالطريقه ديت، لو قلت له هاخد منك 5000 جنيه واخلي لك الرقم دوت بدل 23 ثانيه 3 ثواني، هيقول لك يا باشا لو هو فعلا مشغل اعلانات، لان معنى تاني ان هو مشغل اعلانات ان الويب سايت بتاعه شغال، ان في ترافيك بيدخل عليه، ان في مبيعات جايه عليه، فبالتالي لو انت عرفت تدخل له وتبعت له الريبورت وتقول له يا باشا انت الويب سايت بتاعك بطيء جدا وانا راجل شغلتي ووردبريس ديفلوبر فانا اقدر اعمل لك الويب سايت بتاعك واسرعه لك واخلي لك الويب سايت بدل ما يحمل في 23 ثانيه يحمل في 3 4 ثواني، فبالتالي مبيعاتك هتزيد 100% الضعف على الاقل.
طبعا هتقولي وانا هكلمه ازاي يعني؟ لو انت فاكر الويب سايت شايف للاستفسار ورقم الموبايل ده، انا لو مكانك اخد رقم الموبايل واضرب عليه تليفون، وفي التليفون دوت اطلب منه رقم واتساب، اخد رقم الواتساب اعمل له الريبورت حلو وافتحه على كانفا واظبط له التصميم بتاعه واروح باعته له على الواتساب واقول له انا مش عارف مين شغال في ايه، شغال ووردبريس ديفلوبر، انا لاحظت ان الويب سايت بتاعك اللي هو اللينك بتاعه بيستخدم ووردبريس وده الريبورت بتاعه وبيحمل في 23 ثانيه، تقدر تتاكد بنفسك ده لينك الريبورت على موقع جوجل وده لينك الريبورت على موقع جي تي ماتريكس، وانا قادر نطلع نفس الريبورت تاني واخد منك اكس واي زد، اضرب الرقم اللي انت عايزه 100% هيشتري بالطريقه دي. لكن ما تقعدش تبعت لكل الناس وتقول لهم انا ممكن اسرع لكم الووردبريس ويب سايت بتاعكم، محدش هيشتري منك لان انت ما وريتش لحد، وريني ان الويب سايت بتاعي بيحمل في 23 ثانيه عشان تبيع، غير كده هتبيع لي ازاي؟ هتقول انا عايز اسرعك الويب سايت بتاعك؟ لا انا مش شكر مش عايز اسرعه، انما لما تدخل لي الدخله اللي انا شرحتها لك دلوقتي، لا احنا كده نتكلم. وطبعا مش هشرح بقى الويب سايت والووردبريس بيتعمل ازاي وتسريع الويب سايت بتعمل ازاي عشان احنا قلناه في الفيديو، ولو انت اصلا ما تفهمش ايه هو الووردبريس اساسا وازاي تعمل اصلا الويب سايت، فانا شايف ان اول خطوه ليك ان انت تبتدي تتعلم اصلا ايه هو الووردبريس وتبتدي تعمل اول موقع ليك قبل ما تدخل في القصه اللي انا بعمل احكي لك فيها دلوقتي. الموضوع ده ممكن تعمله ازاي؟ عن طريق كورس السبوبه سوا، احنا عندنا مهاره من ضمن ال10 مهارات اللي احنا بنديها لك، المهاره ديت اللي هي مهاره تصميم المواقع، وانا بشرح لك قدامك عملي خطوه.